العظيمة اللي حققها في السنتين الماضيتين. مش بس موضوع انه كسب الدوري مرتين وكسب الكاس وكسب السوبر، ولكن ايضا بداية الاحلال والتجديد. اغلب الصفقات واللعيبه اللي جت اجانب، معلول واللاعب ازارو، اعتقد معلول جه من مع مارتينيول، ولكن كان هو ليه دور كبير جدا في وجود ازارو، وصراحة تحدى بيه الناس كلها، وفي الاخر وليد ازارو اصبح الهداف التاريخي الاجنبي للدوري المصري، وبيحقق اكتر من 18 هدف، ودي حاجه جميله جدا. خلينا نروح من أو نروح إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، وخلينا برضو نتكلم على أمر طبعا الكل بيبحث عنه، من هو المدير الفني القادم للنادي الأهلي. كنت التقيت مع حضراتكم يوم السبت وتحدثت إن مدرب النادي الأهلي يجب أن يكون مختلف. ليه؟ لأنه يعني مش أي حد ينفع يمسك فرقة بتلعب كرة هجومية. النادي الأهلي دايما مميز بالكرة الهجومية، الأرقام بتبين كده على مدار التاريخ، مش بس هذا الموسم. مش عشان النادي الأهلي حقق هذا الموسم أرقام قياسية من ناحية النقاط والأهداف يبقى لا، هو طبيعة النادي الأهلي بهذا الأمر. فالمدرسة اللي هتكون موجودة في النادي الأهلي في الفترة القادمة والمدير الفني الأجنبي هيكون ميال لهذه المدرسة، المدرسة الهجومية اللي فيها توازن، اللي فيها متعة. جمهور النادي الأهلي ممكن يبقى كسبان ماتش بسكور ولكن الأداء مش عاجبه، ما بيعجبوش، وهو ده جمهور النادي الأهلي خلاص. هو قدر على المدير الفني للنادي الأهلي إنه معاه جمهور يعشق الكورة والمتعة والفوز، كل العوامل الموجودة فيه. ولما تيجي تعرض على النادي الأهلي أو تعرض على أي مدرب مهما كان اسمه، اسم النادي الأهلي، وابتدي يشوف جمهور النادي الأهلي بينبهر، بتبقى بالنسبة له طبعا إنجازاته وتاريخه، إن نادي القرن في أفريقيا، وإن النادي ده عنده إنجازات مش موجودة، محدش عارف يعملها في الوسط اللي هو موجود فيه، سواء في أفريقيا أو في الوطن العربي. ولكن أيضا حجم الجماهير بيبقى شيء فارق معاه. فكل هذه الأمور بتبقى بتصب إن المدير الفني القادم للنادي الأهلي هيبقى ميال للمدرسة الهجومية، هيبقى هي دي الفلسفة بتاعته. مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة ورئاسة الكابتن محمود الخطيب بيجتمع اليوم لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات النادي واستعراض خطط التطوير في مقر النادي بالجزيرة وفرعي مدينة ناصر والشيخ زايد. ومن جانبه كشف الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي عن انه تم تجهيز 22 ملف للعرض على مجلس إدارة النادي في الاجتماع المنعقد حاليا، واوضح ان الملفات التي سيتم مناقشتها من جانب المجلس تتعلق بتشكيلات الاجهزه الفنيه واعتماد التعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد، وكذلك الموقف بخصوص حسم بعض الصفقات المطلوب تعاقدها معها لدعم مختلف الفرق الرياضيه. هذا الامر في منتهى الاهميه، وده بيمثل لك وبيدي لك كده بعض العلامات كيف بيعمل النادي الاهلي، ازاي يقدم استراتيجيته حتى في كرة القدم. في نفس الأمور بيبقى الموضوع دايما بيبقى متحضر. وإحنا معنا زميلنا كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. مساء الخير يا كريم، كل سنة طيب، وماذا لديك من جديد عن اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي؟ تحياتي لك يا زميلي محمد، بكل سنة طيب طبعا، وكل مشاهدي قناة الأهلي وأعضاء النادي الأهلي بخير ورمضان كريم. بالفعل يمكن انطلق من ثلث ساعة اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي كان محدد ليه النهارده الساعة العاشرة. قبليها كان مجتمع المجلس بشكل كبير أو حاضر المجلس بشكل كامل في الدورة الرمضانية وقرعة الدورة الرمضانية التي تحمل اسم عائلة الأهلي في رمضان، حاجة هتكون رائعة جدا تنظيميا، وحاجة كمان ليها جوائز مالية كبيرة جدا كان حاضر في هذه القرعة. كل من طبعا ست فرق قنديل، الدكتور مهند المجدي، الأستاذ محمد سراج الدين، شفنا كمان المهندس محمد الجرح المتواجد، الكابتن محمود الخطيب كان أول من صعد إلى غرفة اجتماع مجلس الإدارة. لكن زي ما بقول لك الجو العام والإقبال الكبير والتنظيم اللي احنا شايفينه من هذه الدورة هتكون ليها مردود كبير جدا. بدأ بالفعل زي ما بقول لك الاجتماع النهارده، اجتماع هيكون فيه قرارات هامة جدا، في مناقشة طبعا على رأسها المدير الفني القادم للنادي الأهلي والطاقم العمل اللي هيكون معاه، بعض الملفات كمان الخاصة بالإنشاءات الخاصة بتطوير البوابات، أيضا كمان ملعب مختار التتش، الملعب المدرج الامامي لملعب مختار التتش هيكون فيه ايضا كمان طرح للصيانه اللي شغاله فيه من اكثر من 15 يوم. امور هتكون كتير جدا على طاوله مجلس اداره النادي الاهلي بقياده المهندس الخطيب. اكيد ان شاء الله خلال اللحظات القادمه والساعات القادمه هيكون فيه قرارات هتصدر واكيد هنكون موافقين بيها. لكن زي ما بقول لك النهارده هيكون فيه على راس الاجتماع هي المدير الفني القادم للنادي الاهلي وايضا الجهاز المعاون اللي هيكون معاه زميلي محمد.
زميلنا كريم احمد يا ريت توفينا باول الاخبار عشان يكون لنا السبق اللي او القرارات اللي طالعه من مجلس اداره النادي الاهلي. وبشكرك شكرا جزيلا حتى يكون لديك جديد. خلينا نتكلم